بعد تواتر الأحاديث عن وجودهم في إقليم كارباخ وقتالهم إلى جانب أرمينيا، أذربيجان ترصد اتصالات لمقاتلي حزب العمال الكردستاني مع قادتهم في شمالي العراق. بحسب ما أعلنته أذربيجان، فإن الاتصالات المرصودة تتحدث عن خسائر كبيرة في الجانب الأرميني وفاعلية للطائرات المسيرة سيها التي يستخدمها الجيش الأذربيجاني في الحرب الدائرة هناك. معلومات أخرى كشفها السفير الأذربيجاني في تركيا هزار إبراهيم حول وجود عناصر البيكاكا في أذربيجان، الذي قال إن بلاده عثرت على جثث لمقاتلين أكراد بين قتلى القوات الأرمينية. من العراق مرورا بإيران ثم أذربيجان، طريق طويل قطعته قوافل مقاتلي حزب العمال الكردستاني للوصول إلى إقليم كارباخ. وبحسب مصادر تركية، فإن الرحلة بدأت في أغسطس عبر محافظة السليمانية ثم مدينة سابس الإيرانية ومنها إلى كرمنشاه، وصولا إلى كارباخ والموت هناك. في لعبة الحرب لا بد من أدوات دائما، إحداها عناصر حزب العمال الكردستاني، فالحزب حليف لإيران المؤيدة لروسيا في دعمها لأرمينيا ضد أذربيجان حليفة تركيا.